ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تستعد جمعية حقوقية ومدنية في فرنسا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بباريس ضد القنصلة المغربية بذات المدينة بعد ظهورها في شريط فيديو وثق لخادمتها التي تستغيث جيرانها الفرنسيين لطلب الشرطة فوراً أو الانتحار. ووردت صفحة فيسبوكية للمهاجرين المغاربة بالخارج أن جمعيات ينشط فيها مهاجرون مغاربة تنسق فيما بينها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بباريس، سيطالبون من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع ومحاكمة القنصلة. وسبق للملك محمد السادس أن تحدث في خطاب العرش لسنة 2015 عن عمل بعض القناصلة، منتقدا استياء المهاجرين المغاربة من مستوى الخدمات المقدمة لهم من طرف بعض القنصليات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.